مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من فانتازي البريمير ليج. انتهت الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز، وكان طبعا ابرز حاجة حصلت فيها ان ساكا ما لعبش، هالاند ما تألقش، وصلاح بيتألق. هكون معاكم عمر عماد وزميلي احمد عمارة، هنكلمكم عن ابرز احداث الجولة الثامنة وايه ممكن تعمله في الجولة التاسعة من البريمير ليج. مساء الفل عليك يا عمارة، كلمنا بقى سريعا كده عن ابرز احداث الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز. دفاع مانشستر سيتي 630 دقيقة، 7 ماتشات متتالية في الدوري الإنجليزي من غير كلين شيت واحد، رغم أنه بيعيش أفضل فتراته مع جوارديولا وعنده أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه بالدوري الإنجليزي اللي وصلت ل 31 ماتش. مانشستر سيتي بقى عادي يستقبل أهداف على أرضه من فرق زي إبسويتش تاون وفولهام وبرينتفورد، وبره أرضه من فرقة زي وولفرهامبتون المركز الأخير في الدوري الإنجليزي. دفاع مانشستر سيتي عنده فرصة سهلة في الجولة التاسعة أنه يخرج بكلين شيت قدام ساوثهامبتون، خصوصا ان الماتش على ملعب الاتحاد، بس يستحسن في الفانتازي تبعد عن المدافعين مانشستر سيتي، بالذات قلوب الدفاع زي روبن دياز وكانجي وستونز، بس ممكن جدا يبقى عندك جفارديول وريكو لويس. جفارديول هو سادس اكتر مدافع عنده نقط في الفانتازي، وريكو لويس سعره ب 4 ملايين و800 الف بس، وعنده ادوار في نص الملعب. قول لنا يا عمر ايه اللي بيحصل مع ساكا، ابيعه ولا استنى عليه شويه؟ في وجهه نظري ان انت ما ينفعش تبيع ساكا في فريقك. ساكا من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي السنه دي، لكن لو هتاخد الريسك وتبيع ساكا فانت قدامك اختيار واحد لازم يكون موجود لو هتبيع ساكا، لو هو مش موجود في فريقك، زي محمد صلاح شفناه بيتالق قدام تشيلسي، ما بيهموش لا فريق كبير ولا فريق صغير، صلاح لا يرحم في الدوري الانجليزي الممتاز، صلاح مهم جدا يكون موجود في فريقك لو هتبيع ساكا، لكن في المجمل ما ينفعش ان انت تبيع ساكا او صلاح. لكن الاغرب من ساكا كانت ان هالاند اول مره في مسيرته ما يساهمش في 3 جولات متتاليه، ودي كانت حاجه غريبه جدا، واغلب الناس بكابتن هالاند في الثلاث جولات اللي فاتت. ايه اللي بيحصل مع هالاند يا عمر؟ من الدقيقه 9 قدام ارسنال وبعدها 3 ماتشات قدام نيوكاسل وفولهام وولفرهامبتون، هالاند لا سجل ولا صنع بالظبط 351 دقيقه، ودي اطول سلسله لا مساهمات لهالاند في الدوري الانجليزي. هالاند فشل قدام وولفرهامبتون اضعف خط دفاع في الدوري الانجليزي، وهيلعب ساوثهامبتون تاني اضعف خط دفاع في الدوري الانجليزي، ودي فرصه عشان يرجع يتالق وليه لا ممكن يجيب هاتريك. قول لنا يا عمر ممكن اجيب مين عشان الجوله التاسعه وعشان الجولات اللي جايه كمان؟ يعني في وجهه نظري كده يا عماره، مبدئيا انت لازم تركز على لعيبه برينتفورد، واهم حاجه طبعا مبويمو ومع عوده يوان ويسا، ودي فرصه مهمه جدا ان انت تجيب لعيبه قدام ابسويتش تاون اللي ما حققش ولا فوز لحد دلوقتي في الدوري الانجليزي. عندك حارس زي فليكن يكون موجود في فريقك، عندك مبويمو زي ما اتكلمنا، عندك يوان ويسا العائد من الاصابه وشارك 24 دقيقه قدام مانشستر يونايتد، فمهم جدا ان انت تركز على برينتفورد اللي برده بيمر في فتره ايجابيه على الرغم ان هو اتغلب من مانشستر يونايتد الجوله اللي فاتت. وبرده نركز على لعيبه استون فيلا، حتى لو لعب في دوري ابطال اوروبا وبيلعب باستمرار، لكن استون فيلا عنده لعيبه كتير جدا موجودين، وابرزهم مورجان روجرز طبعا اللي تالق الفتره الاخيره ونجم السنه دي او اللعيب الحصان الاسود بالنسبه للعيبه السنه دي موجوده في الدوري الانجليزي، كمان اولي واتكنز اللي ابتدى يستعيد مستواه ويعتبر واحد من نجوم الدوري الانجليزي الممتاز للسنه الثانيه على التوالي. وبرده عندنا لعيب من ليستر بونانوتي اللي بيساهم لثلاث جولات على التوالي في الدوري الانجليزي لاول مره برده في مسيرته، وكمان عندنا لعيب زي راؤول خيمينيز المتالق بشكل كبير جدا الفتره الاخيره وسجل قدام استون فيلا في الجوله اللي فاتت. فدول اكتر اللعيبه اللي انت تقدر تعتمد عليهم في الجوله التاسعه من البريمير ليج، ولكن عمر هيكلمنا بقى سريعا كده عن اكتر اللعيبه اللي ممكن ما تلعبش الجولات اللي جايه او ابرز ملامح الاصابات في الدوري حتى الان. دي بروين، جوارديولا قال ان دي بروين حاسس ان هو مش في حاله كويسه رغم انه بقى يتدرب بشكل افضل. كايل ووكر اتصاب مع منتخب انجلترا في التوقف الدولي ولسه قدامه شويه عشان يرجع لمانشستر سيتي. بوكايو ساكا ارتيتا اكد انه اتحسن كتير وغالبا هيبقى جاهز لماتش ليفربول. ديوجو جوتا خرج بين الشوطين في ماتش تشيلسي وليفربول، وسلوت قال ان هو لسه مش قادر يحدد هيرجع امتى. داني ويلبك برايتون قال ان عنده اصابه في الظهر بعد الوقعه الصعبه قدام نيوكاسل يونايتد ولسه مش عارفين هيرجع امتى. هوانغ هيتشان الكوري الجنوبي لسه قدامه اسبوعين عشان يرجع لتشكيل وولفرهامبتون بعد اصابه في الكاحل. بعد كل اللي نادى يا عمر ايه احسن الخيارات للكابتنه في الجوله التاسعه؟ يمكن سريعا كده انا شايف ان ما قدمناش غير اختيارين الجوله اللي جايه، نظرا ان الماتشات صعبه جدا الجوله اللي جايه، عندنا ليفربول هيلعب ارسنال، تشيلسي هيلعب نيوكاسل، فاحنا قدام اختيارين، يا اما مانشستر سيتي اللي هيلعب ساوثهامبتون، طبعا تحط ايرلينج هالاند اول واحد في اختياراتك. تاني حاجه عندنا برده اولي واتكنز نجم استون فيلا اللي اتكلمنا عليه كتير في الحلقه، هيلعب بورنموث، يعتبر ماتش سهل الى حد ما لاسود استون فيلا، فبالتالي قدمناش غير اختيارين اولي واتكنز او ايرلينج هالاند. دي كانت ابرز ملامح الجوله الثامنه والتاسعه في فانتازي البريمير ليج. ما تنساش تشترك في فانتازي يلا كوره والكود اللي هيظهر قدامنا اهو، وكمان هنقول لكم على ترتيب اول ثلاثه في الدوري الانجليزي، المركز الاول حامد الهلاني، والمركز الثاني لوكا بين، والمركز الثالث مصطفى علي. تابعونا في حلقات جايه كتير مع فانتازي يلا كوره.